ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. امتنعت المغنية سعيدة شرف عن تهنئة الممثلة ومنشطة البرامج أمل صقرة وزميلها في الوسط الغنائي الرابر مسلم بمناسبة إعلان زواجهما، قائلة إنها ترفض أن يبني شخص سعادته على حساب تعاسة الغير. ورفضت شرف خلال تصريح صحفي في بدء الأمر التعليق على الزواج قبل أن تريد بالقول إن الزواج حلال والشرع أعطى للرجل حق الزواج بأربعة نساء شريطة أن يكون عادلا معهن، إلا أنه من بنيش سعادتي على حساب الآخرين. وأشارت الفنانة التي تتحدر من الصحراء المغربية إلى أنها أم ولها أولاد وترفض أن يتم التعامل معها بذات الطريقة التي تعامل بها مسلم مع طليقته بسبب صقر. ومن جهة ثانية أعلن مسلم وصقر زواجهما بصفة لا رسمية يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أسبوع من الضجة التي أحدثتها طليقة مسلم في خرجتها الإعلامية والتي اتهمت فيها مسلم بخيانة خيانتها مع صقر منذ 5 سنوات أمام أعينها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.